الله عز وجل كرم جميع الناس، لم يقل ولقد كرمنا المؤمنين، وإنما يقول ولقد كرمنا بني آدم. فكل إنسان مكرم، فيجب علينا أن نحافظ على كرامة كل إنسان حتى إذا كان هذا الإنسان كافرا. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بعد أن ضربه ابن ملجم لعنة الله تعالى عليه كان يوصي بالتعامل الإسلامي والإنساني حتى مع قاتله، كان دائما يقول عليكم بأسيركم، أحد لا يؤذي هذا الأسير، هو أجرم جريمته هناك حكم شرعي في القصاص، إذا تريدون العفو عنه فهو أولى، ولكن إذا تريدون أن تقتصوا منه ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا تمثلوا ولو بالكلب العقور، أو إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. يعني تجد أن هذا الشخص الذي أجرم هذه الجريمة الكبرى، فهذا الإنسان الإمام يوصي بأن يتعاملوا معه تعاملا إنسانيا وتعاملا إسلاميا. فكيف نحن مسلمون نعيش في رقعة واحدة وهناك تحدي كبير من قبل الأعداء؟ وكما يلاحظ أن كثير من الأحيان نفس الأعداء يركزون حالة التشرذم والتفرقة بين المسلمين من باب سياسة فرق تسد. حينما يكون هناك التفرقة موجودة نتغاضى عن نقاط الاشتراك، نركز على نقاط الخلاف، وبأسلوب غير أخلاقي وغير إسلامي يشهر أحدنا بالآخر، فإنه من الطبيعي أن الأعداء يستفيدون من هذه الحالة. ولكن إذا جميع المسلمين والطوائف الإسلامية والقائمين بالعمل الإسلامي راعوا الأخلاق الفاضلة، فإنه حينئذ نتمكن من الوصول إلى حالة من الوئام وإلى حالة من التعايش وإلى بناء مجتمع إسلامي يتمكن هذا المجتمع من أن يقود العالم بالنحو الأحسن.